فيديو جديد وموبايل جديد من هواوي، وهو هواوي واي 9A. الموبايل ده هواوي بتركز عليه في 4 نقاط: الشاشة والبطارية اللي بتتشحن بشاحن كبير جدا، وكمان الأداء، وشوية حاجات كده بتركز عليها في الكاميرات. الفيديو ده علشان تبقى عارف يا صاحبي هيمشي بالتسلسل كالتالي: كل نقطة هواوي ركزت عليها في الدعاية للموبايل ده أنا هقول لك فعلا هل هواوي نجحت إن هي تركز على النقطة دي وفعلا حققتها هنا بعيد عن الدعاية، ولا كانت الدعاية بس لكن النقطة دي مش قد كده في الجهاز. اعمل لايك للفيديو ده عشان يقدر يوصل لأكبر عدد من الناس، ولو انت مش مشترك في القناة وبتشوفني لأول مرة اشترك وفعل زرار الجرس، ولو انت برضه مشترك فعل زرار الجرس. وخليني ادخل بقى معاك يا صاحبي في الموضوع على طول كده واحنا سخنين. أول عنصر انبهاري فعلا أول ما هتقابله أول ما تفتح الجهاز ده من العلبة هو التصميم. الألوان اللي هواوي دايما معودانا عليها هي ألوان فعلا مميزة عن شركة هواوي، اللي هي الألوان ما بين الأزرق والبنفسجي كده زي اللون اللي معايا. وكمان هتلاحظ حاجة جميلة جدا، وهو شكل الكاميرات بالفلاش مأخوذ بالظبط من الواوي الميت 30 العادي بنفس التركيبة بالظبط. هتلاقي دايرة كده حوالين الكاميرات، ولكن الدايرة دي خد بالك ان هي جاية نفس لون الظهر بتاع الموبايل، فهتلاقيها مش باينة قوي خاصة في اللون الفاتح اللي معايا، لكن ممكن في اللون الاسود تبان شوية. بس بصراحة اللون ده انا معجب بيه جدا، يمكن اقل لون بيبصم. الظهر عادي من البولي كاربونت، ولكن في بقى عندك شوية انحناءات من ورا كده وكيرفات وحواف دائرية بتركز الموبايل في ايدك، ومهما مسكت الموبايل ده لفترات طويلة استحالة ان انت هتنزعج منه تماما. مش بس كده، كمان ده الجمال كمان بيجي قدام في الشاشة دي، اللي هي شاشة تعتبر يمكن يكون دي شاشة قليلة جدا تقريبا من غير اي حواف اصلا، مفيش غير الحافة السفلية بس هي اللي تحت كبيرة نسبيا، ولكن باقي الموبايل تقريبا مفيهوش اي حواف خالص. الشاشة دي بتيجي بحجم 6.6 انش فول اتش دي بلس من نوع IPS. والشاشه هنا بصراحه الوانها كويسه جدا في السوفت وير بتاع واوي الجديد، وكمان زوايا الرؤيه بتاعتها كويسه قوي، ولكن عندي عليها ملحوظه سلبيه شويه، وهي سطوع تحت أشعة الشمس. الشاشة دي سطوحها تحت أشعة الشمس يعتبر مش أفضل حاجة إطلاقا. أي نعم كويس وهتشوفها حلو جدا، ولكن لازم تعلي السطوع ده بإيدك أنت مانوال على الآخر عشان تقدر تشوف الشاشة دي تحت أشعة الشمس بشكل كويس. ولكن كمشاهدة فيديوهات على اليوتيوب زي حالاتي كده، لا مش هيقابلك معاها أي مشاكل إطلاقا، بل بالعكس أنت هتستمتع جدا بالشاشة الكاملة الفول فيو دي. ولكن بما إن في شاشة كاملة هنا فأكيد طبعا في كاميرا سلايدر، والكاميرا هنا حولوها بقت موتور يعني عبارة عن موتور، والموتور ده جاي كويس جدا وجاي ممسوك بشكل حلو قوي، وجنبيه عندك 3.5 ملم جاك، وكمان عندك اكتيف نويز كانسليشن مايك، ودي حركة كويسة ان احنا نلاقي في الفئة السعرية دي اكتيف نويز كانسليشن مايك. ولكن بقدرة قادر بقى نقلوا بيت الشرايح لتحت على طول، ويخلي بالك هنا بيت الشرايح ده بيحمل شريحتين بس، يعني مفيش اي مدخل لمداخل الكارت الميموري اطلاقا. وده بينقلنا بقى للنقطة المهمة وهي الاداء. الذاكرة الداخلية اللي بتيجي هنا 128 جيجا من نوع UFS 2.1، وكمان رامات 8 جيجا مع معالج يعتبر جديد نسبيا على واوي ان هي بتستخدمه، وهو هيليو جي 80. المعالج ده صاحب ال 12 نانومتر بيديك اداء كويس جدا وسلاسه حلوه جدا مع واجهه هواوي اللي موجوده هنا اللي هي MIUI 10.1، نفس الواجهه اللي شفناها على البي 40 برو بالظبط، يعتبر احدث واجهه من هواوي مع اندرويد 10. كل حاجه سلسه، الانيميشن سلس جدا، الاداء سلس قوي، التنقل ما بين التطبيقات كويس جدا بفضل ال 8 جيجا رام مع الواجهه الجديده، فمديين اداء عالي جدا. التطبيق بتفتحه وتسيبه وترجع له تاني يوم، والله بدون مبالغه بترجع له تلاقيه زي ما هو بالظبط، بحطت ايدك على طول يا صاحبي ما بيتغيرش. وهنا السلاسه دي كلها ناتجه ان الواجهه حلوه والرام كويس والمعالج برضو مساعد بشكل حلو. طب فين المشكله؟ المشكله هنا مع الالعاب شويه. لعبه ببجي لما جربتها اخرها اتش دي، اي نعم ما كانش فيه سقوط كتير في الفريمات، يعني تقريبا مره او مرتين على مدار الجيم كله اللي هو تقريبا امتد حوالي تلت ساعه، ولكن في سخونيه بقى بتظهر. ومن الواضح هنا ان هواوي ما حطتش فيه ليكويد كولينج او تبريد مائي، فبالتالي السخونيه بترتفع معاك شويه ل 41، ولكن مش هتكون سخونيه مزعجه اطلاقا لو انت حطيت الكفر اللي بيجي مع الموبايل، لا مش هتحس بيها تماما. وكمان الاداء الكويس جدا ده بيجي ببطاريه برضو يا صاحبي تعتبر كويسه جدا، 4300 ملي امبير بشاحن 40 واط، ويمكن الموبايل ده الوحيد في فئته اللي بيجي بشاحن 40 واط، وده رقم كويس جدا، تقريبا بيشحن لك الموبايل كله من صفر لحد 100% في ساعه، فده رقم يعتبر ممتاز جدا على الفئه السعريه دي. مش بس كده، كمان ده البطاريه هنا بتكمل معاك يوم كامل، رغم ان المعالج اصلا يعتبر مش اعظم حاجه في توفير الطاقه، ولكن الاوبتمايزد بتاع
سوفت وير واوي بصراحه بيبقى متحكم جدا، بيسيب لك تطبيقات مفتوحه وفي نفس الوقت هو بيعرف يصرف الطاقه بشكل كويس جدا وبشكل موسع حلو قوي. وكمان هنا لو انت جيت بتشحن، بتشحن بشاحن تايب سي اللي هو 2.0، فده يعتبر توليفه كلها على بعضها كده ناجحه. حتى وسيله الامان اللي موجوده هنا هي البصمه، وجايه بصمه جانبيه طبعا عشان الشاشه اي بي اس، فما يكونوش ينفعوا ان هم يحطوها تحت الشاشه، ولكن البصمه اللي هنا بتفتح بشكل كويس جدا، بتفتح بشكل سريع، ما علقتش معايا ولا مره خالص. ولكن بقى سقف طموحاتك هنا وكل الدعايه اللي واوي قالت عليها من ناحيه الشاشه ومن ناحيه الاداء كانت كويسه جدا، حتى لغه التصميم واوي فعلا ابدعت فيها في الموبايل ده. ولكن يا صاحبي كل اللي فات ده حطه كده على جنب، وتعالى بقى فعلا للنقطه اللي من وجهه نظري انا مش اعظم نقطه ولسه ناقصها حاجات كتير قوي، وهي الكاميرات. الكاميرات اللي موجوده هنا سواء الاماميه او الخلفيه محتاجين واوي يشتغل عليهم في السوفت وير كتير جدا. وهنا انا متفاهم طبعا الكلام ده كويس قوي، لان المعالج اللي بيجي هنا هيليو جي 80، ويمكن اول مره واوي تروح لحته الفئه المعالجات من ميديا تك نظرا للظروف اللي حاصله واللي احنا كلنا متفاهمينها. فطبعا لسه اول مره يجربوا معالجات الميديا تك هتتناسب ازاي وتتجانس ازاي مع السوفت وير بتاعهم. واللي خلاني اقول كده صاحبي ان انت لو جيت بصيت على الكاميرا الرئيسيه اللي هي بتيجي 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه تعتبر واسعه جدا، وهي f1.8، والصور اللي بتطلع منها بالنهار صور كويسه جدا ما عنديش عليها اي مشكله، ولكن دايناميك رينج يعتبر متوسط. ولكن لو جيت دخلت بالليل، وهنا دي النقطه الاهم والنقطه اللي بتفصل اي كاميرا موبايل تماما، هي درجات بالليل بقى بتبقى عامله ازاي الصور دي. صور هنا بتكون فيها نويز كتير جدا، رغم ان فتحه العدسه اللي هنا المفترض مع واجهه الام يو اي 2.1 انا جربتها على اجهزه كتير جدا بنفس فتحه العدسه دي وادتني صور احسن من كده بكتير. ففعلا لسه معالجه الصوره هنا محتاجه تتظبط شويه، ويبقى في تجانس اكتر وتناسب اكتر ما بين السوفت وير والمعالج نفسه. حتى برضو كاميرا هنا اللي هي الالترا وايد اللي بتيجي 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4 برضو كاميرا تعتبر كويسه جدا وادائها حلو، ولكن ما زالت برضو فيها نسبه نويز او تشويش عالي. اما بالنسبه لكاميرات الماكرو وكاميرات العزل اللي بيجوا 2 ميجا بكسل، العزل هنا بصراحه ما فيهوش اي مشاكل خالص، تحديد الاطراف بيكون شارب جدا وبتكون متحدده بشكل حلو قوي. والعدسه الماكرو تعتبر عدسه كويسه زي كل الفئات اللي في فئه السعريه دي. اما العدسه الاماميه بقى واللي بتيجي 16 ميجا بكسل يعتبر موتورايزد، يعني جاي على موتور بفتحه عدسه f2.2، يعتبر السكين تون بتاعتها كانت شاحبه قوي، وكمان يعتبر الصور بتاعتها لو انت قاعد في اضاءه قويه قوي هتديك صوره، ولكن برضه هتحس ان الصوره سوفت شويه، وبالليل طبعا ادراك ما النويز، النويز فيها عالي. فانا اعتقد ان زي ما قلت الكاميرات الاماميه والخلفيه لا محتاجين يشتغل عليهم واوي بشكل اكبر من كده من ناحيه السوفت وير. واعتقد ان لو وصل تحديث يظبط السوفت وير واللوغاريتمات بتاع التصوير تجانسا مع المعالج الهيليو جي 80، لا اداء الكاميرات هيكون افضل من كده. تبعا لان الهاردوير هنا ما فيهوش مشكله، هي المشكله كلها سوفت وير ما بين ام يو اي 10.1 والمعالج الهيليو جي 80. وكالعاده كل اللي بيحصل في كل موبايلات واوي طبعا ان الواوي الواي 9A معلهوش خدمات جوجل، وبالتالي انت هنا بتتعامل مع خدمات واوي عن طريق حاجتين، البيتل سيرش وكمان الاب جاليري. والبيتل سيرش زي ما احنا اتكلمنا عليها قبل كده هي تعتبر اداه جديده بتساعدك في البحث عن اي تطبيق اي لعبه، مجرد ما تكتب اسمها هي بتجيبها لك وتعمل لك لها انستول بشكل سريع جدا، وتقدر كمان تحطها زي ويدجت كده على الشاشه الرئيسيه زي ما انا حاططها، بحيث لو انت عايز تسيرش على اي لعبه اي تطبيق تقوم مسرش عليه بشكل طبيعي جدا. ولكن برضو عند الاب جاليري يعتبر فيه مميزات وفيه تطبيقات كتيره جدا نزلت، كان الاول معتمد على فودافون واورنج، دلوقتي اتطبق معاهم تطبيق اتصالات الجديد، عندك اطلب، عندك حاجات زي وفرها، عندك تطبيقات كتيره جدا موجوده، عندك انستجرام دلوقتي بشكل رسمي، فيسبوك، عندك معظم التطبيقات دلوقتي اللي بتهم كل الناس، حتى الالعاب زي اسفلت 9، زي ببجي، زي كول اوف ديوتي، كلها نازله على الاب جاليري بشكل رسمي، ما عندكش عليها اي مشكله اطلاقا. التيك توك اللي دلوقتي معظم الناس موهومه بيه واللي قريب قوي هدخل، فتاكد بقى ان انت عامل لي فولو على انستجرام عشان لما اجي اعلن على طول. ولكن موجود برضو التيك توك ده موجود وشغال بشكل كويس قوي. اخر السنه دي هنشوف الخرائط، فعلا خرائط طمطم بقت موجوده بشكل رسمي على الاب جاليري، يعني انت لو سرشت على الاب جاليري عن كلمه طمطم نوتيفيكيشن هيطلع لك بشكل اوتوماتيك جدا، وهتقدر تمشي بيها في شوارع مصر، خلاص شوارع مصر اتحدثت، ويمكن هيقدر يجيب لك اللوكيشن بشكل مظبوط قوي. في النهايه بقى صاحبي، هل الواوي الواي 9A هل يستحق فعلا ان انت تشتريه ولا لا؟ مبدئيا خليني اقول لك
والله لحد وقت نزول الفيديو ده ولحد ما انت هتشوفه انا هعرف السعر زي زيك يعني. لحد النهارده هم مش مديني رينج للسعر او السعر بتاعه هينزل في حدود كام، فلو انت عرفت السعر اقدر اكتبه لي تحت، وكمان اكتب لي رايك في المواصفات وفي الامكانيات بتاعته مقابل التسعير اللي هيتعلن عنه، اكتب لي تحت في الكومنتات. ما تنساش طبعا اللايك واللي انت تشترك وتفعل زرار الجرس. ولكن كامكانيات مكتوبه هنا الجهاز بيديني اداء كويس جدا كبرفورمانس في الالعاب او حتى التصفح حلو قوي، الشاشه بتاعته كويسه جدا، الفيتشرز الاساسيه ان انت بقى بعيد عن الشاشه والحواف والاخرام اللي بقت موجوده في معظم الموبايلات، انت بتاخد شاشه كامله بدون حواف بدون نوتش بدون اي حاجه على حسب بينزل في سعره، ولكن تقريبا هيبقى ده الموبايل الوحيد اللي موجود حاليا في السوق بشاشه كامله بدون حواف بدون نوتش. لكن انا بصراحه الشاشه هنا مبهر بيها جدا او منبهر بيها بشكل كويس قوي. فالموبايل انا شايف ان هو بيديني توليفه كويسه جدا فيما عدا بس نقطه الكاميرا، لسه محتاجين يشتغلوا عليها بسوفت وير ابديت عشان يقدروا يتعلموا لوغاريتمات الميديا تك الهيليو جي 80 تحديدا عشان يقدروا يشتغلوا مع ميديا تك بشكل افضل من كده زي ما كانوا شغالين بصراحه مع المعالجات الخاصه بهواوي الكيرن، فيقدروا يشتغلوا برضو مع ميديا تك. لكن لو وصل الجهاز ده تحديث للكاميرات بتاعته ونقلها في حته تانية اعتقد ان هيكون واحد من افضل الموبايلات اللي موجوده. اكتب لي رايك تحت في الكومنتات وقول لي رايك عن الموبايل ده وعن المواصفات، واكتب لي برضو توقعاتك للسعر لو السعر ما اتعلنش وانت بتشوف الفيديو ده، تعال نشوف السعر مع بعض. بس كده، ده كان كل حاجه عن الواوي الواي 9A، واتمنى ان الفيديو يكون عجبك. ما تنساش اللايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس، مهم جدا علشان في كتير جدا منكم بيقولوا لي انت بقالك كتير مختفي، انا موجود والله ولكن انتوا اللي مش مفعلين الجرس لكل الاشعارات، علشان كده مش كل الفيديوهات بتوصل. اعملوا لايك عشان الفيديو يقدر يوصل لاكبر عدد من الناس، وفعلوا زرار الجرس. كان معك محمد طايل، شكرا شعب التك العظيم، وشكرا انك وصلت معايا لاخر دقيقه في الفيديو. بس كده، سلام.